وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول المتحدث باسم المؤتمر الشعبي الفلسطيني في الخارج السيد زياد العلول. أهلا ومرحبا بك سيد زياد. بداية، قتيل وأكثر من 520 مصاب هي حصيلة هذا اليوم، هل من تدابير للحؤول دون وقوع ضحايا كما يحدث كل أسبوع أم لا؟ بالطبع، يعني مع استمرار مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة، ونحن نتحدث عن الأسبوع الثالث على التوالي وضمن زخم شعبي كبير، هذا يؤكد على إصرارنا والإرادة لدى الشعب الفلسطيني. بالطبع شعبنا الفلسطيني يحاول أن يتفادى أي خسائر، وإذا كانت أخطاء في الأسبوع الماضي أو الأسبوع الذي قبله فليس الشعب الفلسطيني يضحي، لكن لا يعني هذا أن دماء الشعب الفلسطيني رخيصة. فلذلك ما أمكن أن نتفادى أي وقوع لشهداء أو إصابات فهذا أتصور سياسة حكيمة، وخاصة نحن في الأسبوع الثالث وهناك أسابيع قادمة، يعني هذه المسيرات هي مستمرة حتى منتصف مايو آيار، وهو ذكرى النكبة، والشعب الفلسطيني يستعد على إحياء 70 عام على احتلال فلسطين عام 1948. سيد العلول، شهد اليوم ظاهرة استهداف للطواقم الطبية الفلسطينية، كيف تقرؤون هذا الفعل من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني؟ الاحتلال الإسرائيلي ممارساته بحق الشعب الفلسطيني مستمرة منذ عام 1948، بل قبل النكبة عبر العصابات التي كانت تستهدف القرى والمدن الفلسطينية. استهدافه للصحفيين وللطواقم الأطباء والإسعافات، كل هذه من أجل إخافة الشعب الفلسطيني، من أجل أن يرسل رسالة تهديد إلى جماهير الشعب الفلسطيني المشاركة في المسيرة. لكن شعبنا الفلسطيني مستمر في تحقيق أهدافه عبر هذه المسيرة، وهي المطالبة بحق العودة التي تكفله القوانين الدولية. نحن نتحدث عن مسيرات يوجد سند قانوني وقرار أممي عمره 70 عام، وآن الأوان أن يرجع الشعب الفلسطيني ويرجع اللاجئين الفلسطين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948. أستاذ زياد، بما تفسر استهداف الاحتلال للصحفيين أيضا؟ الصحفيين هم عيون الحقيقة، وهم من ينقلون الحدث عبر العالم، ولاحظنا أن الفلسطينيين نجحوا في نقل الصورة بث حي ومباشر على كل وسائل الإعلام الغربي وعبر وسائل الإعلام الحديث. فلذلك إسرائيل تريد أن تخفي الحقيقة، فهي تستهدف الصحفيين. الصحفيين هم من أرسلوا الصور إلى العالم، والصور هي التي عرت وجه إسرائيل أمام العالم أنه يتحدى مظاهرة سلمية لم يطلق منها رصاصة اتجاه الاحتلال. في السابق كانت إسرائيل تروج للرواية الإسرائيلية أنها تحارب إرهابيين بين قوسين، لكن الآن هي تحارب جمهور سلمي، كبار صغار. فلذلك الصحفيين يقومون بدور كبير في نقل الحقيقة، وإسرائيل تحاول إخفاء الحقيقة من خلال استهدافها للصحفيين. هناك حديث تناقلته صحيفة جيروزاليم بوست، قالت فيه إن الاحتلال حذر الفصائل من تصعيد الاحتجاجات. برأيكم هل هذا ما يفسر عدم رد القسام حتى الآن على الانتهاكات الصهيونية ضد المتظاهرين السلميين؟ لا قيمة للتهديدات الإسرائيلية، والشعب الفلسطيني تعود على ذلك، لكن هناك قرار فلسطيني داخلي أن تكون هذه المسيرات سلمية، وأنا أعتقد أن قوتها بزخمها الشعبي وبسلميتها، لأن إسرائيل لا يمكن ولا تستطيع أن تبرر أي اعتداء أمام العالم إذا حاول عشرات الآلاف بل مئات الآلاف اجتياز الأسلاك الشائكة والتي تفصل قطاع غزة عن فلسطينيين 48. فلذلك المقاومة الفلسطينية سلاحها موجود، لكن لن تستخدم هذا السلاح في فعاليات مسيرة العودة الكبرى، وهي هددت إسرائيل. إذا إسرائيل نفذت والاحتلال نفذ هجمات في داخل الأرض الفلسطينية وفي عمق قطاع غزة، قالت الفصائل المقاومة أنها سترد. أما في الوقت الحالي المسيرات سلمية، وهي مواجهة أتصور تؤسس لمرحلة جديدة من مراحل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.
القادة الفلسطينيون يرون أن مسيرات العودة حالة وطنية وتوعدوا بالزحف القريب، كيف تقرؤون تصريحات القادة في ظل عدم وجود رد رادع على انتهاكات الاحتلال؟ أنا أقول أن مسيرة العودة الكبرى وحدت الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يعيش انقسام منذ أكثر من 10 سنوات. مسيرة العودة وحدت فصائل الشعب الفلسطيني، وحدت الشعب الفلسطيني بكل شرائح، وحدت الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. فقيادات الفصائل الفلسطينية أنا أعتقد أنها تعي الدرس تماما، وتعي أن القوة في هذه المسيرة بالسلمية وعدم الرد، لكن هي في نفس الوقت تحتفظ بحق الرد وتحتفظ بوسائل القوة والمقاومة التي تستخدمها في الوقت المناسب، لكن ليس الآن الوقت المناسب لفتح معركة مع الاحتلال، بل الاحتلال ربما هو يحاول عبر استهدافه اليومي لقطاع غزة استدراج المقاومة الفلسطينية إلى معركة. الاحتلال يعرف أن له اليد الطولة في ضرب المقاومة الفلسطينية. أخيرا، يعني كيف تتعاطون أنتم في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج مع الحدث؟ فلسطين الخارج هم جزء من الشعب الفلسطيني، وهم يشكلون 50% من الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني 7 مليون يعيش في داخل الأرض المحتلة، وهناك 7 مليون يعيشون مشتتين في دول الجوار وفي أوروبا وفي الأمريكتين. نحن نحاول من خلال حراك بالتوازي مع الحراك الموجود في الداخل عبر تسيير مظاهرات واعتصامات وفعاليات في أوروبا وفي الدول العربية أن تدعم الحراك الموجود في داخل فلسطين. دورنا أيضا أن نعزز الرواية الفلسطينية، أن نعري وجه إسرائيل، أن نحاول عبر الطرق القانونية أن نحاكم دولة الاحتلال ومجرمي الاحتلال، نحاول أن نسوق لجرائم الاحتلال التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وهو دورنا مكمل، دورنا مساند لفلسطين الداخل. فنحن بالنهاية شعب واحد نقاتل من أجل فلسطين محررة وفلسطين عربية إسلامية بعاصمتها القدس. عبر أقمار صناعية من إسطنبول، المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج السيد زياد العالول، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. شكرا.